يقول السائل: أديت العمرة عن نفسي والحمد لله، وأديت العمرة عن عمي المتوفى، وأريد أن أعمل عمرة لأختي المتوفية، هل يجوز؟ وما هي المدة بين كل عمرة؟ نحن قلنا وكررنا إن الأفضل لك أن تبقى في المسجد الحرام ولا تخرج لطلب العمرة، لأن هذا يفوت عليك فضائل كثيرة. فبقاؤك في المسجد الحرام للطواف والصلاة وقراءة القرآن والاعتكاف تسبيح والتهليل وذكر الله أفضل لك من العمرة، هذا هو الذي نراه لك ولغيرك من إخواننا المسلمين. والعمرة إذا أردت أن تعتمر لنفسك أو لغيرك، إذا جئت مرة ثانية إلى مكة فاعمل عمره،